سبق أن تكلمنا في الليلة الماضية بهذه المناسبة على ما يفعله كثير من الناس في هذا الشهر، ولا بد من المرور على ذلك، لأن كثيرا من الناس يبتدعون في هذا الشهر في الليلة الثاني عشر احتفالا يسمون احتفال بالمولد النبوي، أي تعبيرا عن محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. بأي شيء يعبرون عن محبته عليه الصلاة والسلام؟ بطعام يصنع ويجتمع عليه ويؤكل، وبعطور ومشروبات وقصائد تقرأ وأدعيات، تعبير عن محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أي عاقل يدرك أن التعبير عن محبته عليه الصلاة والسلام بهذه الأعمال تعبير غير سليم؟ التعبير عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام بمعرفة دينه والاهتمام بسنته والعمل بها والدعوة إليها، هذه هي المحبة الصحيحة. أما كونك تبتدئ عملا لا أصل له، وهل تحب رسول الله عليه الصلاة والسلام من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة؟ ولد رسول الله عليه الصلاة والسلام بمكة، وعاش إلى أن التحق بالرفيق الأعلى بعد الستين، وهل احتفل لنفسه لمولده يوما ما؟ لم يقع. وهل احتفل أبو بكر الصديق الذي لا يستطيع أحد أن يدعي أنه يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر منه، صاحبه في الغار، ثم عمر، وانقضى عهد الخلافة الراشدة وجاء عهد الأمويين وانتهى، وجاء عهد العباسيين وانتهى، إلى أن جاء أخيرا عهد الفاطميين العبيديون الذين انتسبوا أو نسبوا أنفسهم إلى فاطمة رضي الله عنها وسموا أنفسهم بالفاطميين، وهم عبيديون رجال التاريخ يعرفونهم، أرادوا أن يؤكدوا ويثبتوا هذا النسب المزيف. هذا شأن المقلد دائما، المقلد يحاول أن يؤكد تقليده بأشياء يفعلها، لذلك ابتدعوا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بمولد علي، ثم فاطمة، ثم الحسن، ثم الحسين رضي الله عنهم جميعا، ثم بالاحتفال بالمولد بمولد الخليفة القائم في تلك السنة. هكذا ابتدع الفاطميون هذه البدعة، ثم انتشرت بين المسلمين تقليدا وجهلا، حتى اعتبر بعض المتأخرين عبادة عظيمة وألفوا فيها المؤلفات، واعتبروا طعام المولد شفاء، قالوا يجوز أن يأكل الإنسان أكثر من الشبع يتضلع لأنه شفاء. ابتداع في الدين وافتيات على الشارع لا أصل له. وربما قالوا للذكرى لنتذكر، وفي كيفية معينة وهو ناس قبل ذلك، هذه مغالطة. صلاتك لا تصح حتى تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، كلكم تعلمون ذلك. المسلم يدخل المسجد فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي صلاته يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ركن من أركان صلاتك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير. تخرج من المسجد وتسلم على النبي، تصلي وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، تذهب وتسلم عليه، لا أحد يمنعك في دروسك في أعمالك كلها. متى نسي المسلمون رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وهل يصح لهم أن ينسوه؟ وهل يمكن ذلك؟ حتى لا نتذكر
إلا في الليلة الثاني عشر من ربيع الأول على هيئة معينة مغالطة واضحة. لذلك نعتبر هذه بدعة وبدعة سيئة، ولا توجد في الإسلام بدعة حسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.